وأنا هلا عم بستنى حدا يدفع لي متبرع يدفع لي المصاري عشان بطل اشتغل. راما طفلة من بين مئات الآلاف من الأطفال السوريين الذين أخذتهم الحياة ونسيتهم في المعامل والورشات بعيدا عن مكانهم الطبيعي الذي بات حلما عند الكثيرين. الدراسة. وفي محاولة بسيطة من إحدى المؤسسات السورية في تركيا التي تهتم بالأطفال المنقطعين عن الدراسة، أعطت راما وغيرها من الأطفال أملا جديدا يجعلهم جالسين على مقعد الحياة يكتبون سطرا جديدا من الإصرار على متابعة الحلم. الأطفال الصغار وبعد فقدان الأب للبعض منهم كان لابد من رعايتهم والاهتمام بهم ومعاملتهم كأطفال طبيعيين في مجتمعهم. ولعل المشاريع التنموية لا تكتمل إلا بتمكين المرأة سواء من خلال التدريب على الأعمال المهنية أو اللغة التركية، وذلك لتكون قادرة على مواجهة أعباء الحياة وعدم طلب العون من أحد. يعني نأخذ قواعد وبالإضافة إلى الجمل التي تلزمنا في الحياة اليومية حتى يتأقلموا مع المجتمع التركي ومع جاراتهم الأتراك، لأنه أنا بشوف كتير سوريات هون ما بيحسنوا يعاشروا الجارة التركية اللي جنبها لأنه بيخافوا بيتلبكوا ما بيعرفوا حالهم شو بدهم يحكي، فمشان مشان نكسر هذا الحاجز الخوف يعني واللبكة مشان يصير عندهم جرأة يعني إنه يتأقلموا مع المجتمع التركي. إلى مرتبة الآحاد، إلى المرتبة ما قبل العشرات. شو هي المرتبة ما قبل العشرات؟ شغل الخياطة، يعني إني بس نظف الخيطان. كنت أنا ورفقاتي متسليين، بس هون أحسن لأن الكتابة والقراءة هن بيفيدوا الإنسان ما بيضرون، هو الشغل اللي بيضر الإنسان. التقريب أولاً إلى التقريب إلى أقرب عشرة.